موقع عربي 21 ركز على تفاعل الناشطين على نطاق واسع مع صورة مزعومة للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف التي نشرتها القناة 12 الإسرائيلية، وقالت إن أجهزة الأمن التابعة للاحتلال حصلت عليها ضمن وثائق في إطار العدوان على قطاع غزة. وقال الناشطون إن من في الصورة يشبه الضيف إلى حد كبير بالفعل ناشرين تغريدات مرفقة بالصورة تؤيد قائد القسام، فيما لفت ناشطون إلى أن الاحتفاء الإسرائيلي بالوصول إلى صورة مزعومة للضيف يشير إلى مدى سطوة قائد القسام على مدار أكثر من عقدين في مقارعة المحتل. وبحسب موقع عربي 21 فقد شكك بالصورة عدد من الناشطين موضحين أنها مفبركة ومعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الصورة لرجل مصاب بإحدى عينيه وهي رواية إسرائيلية أيضا أشارت إلى أن القائد العام لكتائب القسام فقد إحدى عينيه في محاولة اغتيال سابقة.